عند احمد حمودي 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 يلعبها حلوه صامو الوسو صامو الوسو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد صامو الوسو الهدف الاول لفريق سموحه حلوه اللمسه اتعملت بسرعه حمودي ورؤيه رائعه وصامو الوسو تسديده قويه جدا على شمال محمد عبد المنصف لا يفعل لها شيئا باي حال من الاحوال مهما كانت قدرته او امكانياته اهي تاني مره واثنين وثلاثه بنتابعها مع حضراتكم بالقدم اليسرى صاروخ في الزاويه اليسرى لمرمى محمد عبد المنصف لكن التمريره رائعه من احمد حمودي شايف الملعب بشكل كويس عمل العرضيه رائعه يعني يشارك صامو الوسو في نصف هذا الهدف اخيره للكابتن محمد حلمي وفريق امبي من جديد لسه الضغط موجود ايمن اشرف العرضيه العرضيه حمودي صنع الهدف وسجل الثاني العرضيه سجل صنع الهدف الاول وسجل الثاني اثنين سموحه لا شيء فريق امبي عرضيه ايمن اشرف الظهير الايسر رائعه وحمودي يقابل على طول وفي نفس فقط فريق امبي نص الملعب واستحوذ عليه تماما فريق سموحه وسيطر على مجريات الامور اللي بيمتلك نص الملعب هو اللي بيسيطر محمد شعبان التبديل الثالث والاخير ادي هدف احمد حمودي رائع وعرضيه ايضا رائعه ايمن اشرف اشرف ناشئ النادي الاهلي لاعب سموحه الظهير الايسر يعمل العرضيه يقابل حمودي بالقدم اليسرى بثبات برؤيه واعيه السيد كده نتيجه الالتحامات داخل منطقه تتلف الكره على طول وبالراس الخلف جوه الجول جوه الجول تتعدل النتيجه ل 2-1 نادر العشري بالراس كده وعلى قائم القريب يلفها بالراس للخلف ادي نادر العشري قدامنا تروح على يمين امير عبد الحميد ويعدل النتيجه ل 2-1 سموحه واحد امبي ادي اللعبه تاني ادي الحلواني وادي العشر شايفين حضراتكم فين لوحده هرب كده من الرقابه وبالراس للخلف في على يمين امير عبد الحميد يعدل بيها النتيجه ل 2-1 نادر العشري في الدقيقه 27 من زمن الشوط الثاني يعدل النتيجه ل 2-1